بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة أيها السيدات، كما وعدناكم سابقا سنقوم بجولة داخل هذه الحديقة التي شهدت عدة ترميمات وتحويلات وتغييرات قامت فيها السلطات المحلية من أجل رفاهية المواطن، من أجل نزهة المواطن داخل. فما هي الحدائق أو الحديقة؟ هي جنة الله في أرضه، يتمتع بها الناس ويرفهون فيها عن أنفسهم ويهرعون إليها، كلها خاصة صدورهم، إذا ضاقت صدورهم أو تعبت أعصابهم فيجدون في رحابها وتحت ظلالها أشجار للراحة والهدوء، ويشعرون فوق مروجها ومستحقاتها الخضراء أو بين أزهارها ورودها بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويتأملون في بديع صنعه. وتعتبر الحدائق من الناحية الصحية الرئات التي تتنفس من خلالها المدن، وزيادة مساحات الحدائق تعني البيئة الصحية للإنسان والفن الراقي والذوق الرفيع للشعوب، كما أنها تعلم الإنسان النظام وتدعوهم إلى احترام قدرة الخالق فيما خلق بالمحافظة على ما فيها من نباتات، كما أنها تساهم بقدر كبير في توظيف الروابط الاجتماعية بين الناس حيث يلتقون ويتعرفون بها على بعضهم. وتقوم الحدائق بوظيفة أساسية في تجميل المدن، إذ أنها بهذا تحتويه من نباتات مختلفة الأشكال والألوان ومن مناظر جمالية مثل النافورات والبرك والأقواس وغيرها، تعمل على تجميل المواقع التي تحيط بها وتجذب الأنظار إليها. وتزداد أهمية التشجير على جوانب الطرق وفي المتنزهات والحدائق يوميا بعد يوم، وأن هذه الأهمية تختلف باختلاف الأقاليم المناخية، وتأخذ موقعا ممتازا في تخطيط المدن في البلاد الجافة وشبه الجافة. سيداتي، نحن هنا في داخل الحديقة العمومية التي شهدت ترميمات، ويمكن أن نرى أن القائمين على هذه الحديقة هم متواجدين في الأماكن الضرورية والتي يجب أن يكونوا فيها. على سبيل المثال، وصدفة، نحن أمام السيد مدير نظيف كوم الذي أسندت إليه مهام التكفل بخدمات هذه الحديقة، فلنتوجه إليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. اللهم أمين. سي بن عزة مدير نظيفكم أسند إليه المهام لتسيير هذه الحديقة، فأنتم هنا موجودون في هذا المكان، فما هي مهمتكم داخل هذه الحديقة؟ بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التقرير من سيد الوالي ولاية سيد العباس، قد أسلمت لنا تسيير الحديقة العمومية، وهذا الشيء كان من ابتداء من 12 جوان. ابتداء كان عندنا لدينا لاسكيوريتي، الامن في الحديقه، عندنا كاتر ايكيب كيشيرو لاف. عرفونا في بالنسبه للدخول الى هذه الحديقه، وعندما يدخلون المواطن داخل هذه الحديقه، الدخول كما يعلم الجميع راه سيمبوليك، ان بري سيمبوليك 5000 سيكونتينار. شهر من اللي دخلنا احنا، الناس راه تشوف باللي كاين الامن وكاين الاستراحه، والحمد لله لحد الان راه كاين الى يومنا هذا اليوم 13 دخلوا قريب حوالي 18000 عائله اللي دخلت له. اذا كي نتلاقى لهنا مع الجماعه تاعي ولا راسهم، سي بنيامين هو المسؤول المباشر على الحديقه العموميه، نتحاكوا ونذاكروا ونشوفوا المشاكل، وانا من بعد نشوف مع السيد الوالي، نشوف معاه المشاكل باش نحلوا مع بعض، باش هو يساعد، خاطر الوالي السيد الوالي راه يتاكد وراه مقرر باش هذه العمليه تنجح. نلاحظ ايها الساده اننا داخل هذه الحديقه، كذلك مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة، الذين أبوا إلى أن يأتوا إلى هذه الحديقة. هل هذه صدفة أم أنتم هنا لنزهة أو لماذا؟ والله بصراحة إحنا كنا نقولها دائما، كنا نقولوا من أخطأ نقولها أخطأت ومن أحسن نقولها أحسن.
اليوم جينا بالمناسبة نكرموا الناس اللي قامت مجهودات على مستوى الولاية حتى يكون لهم حافز باش يزيدوا يبذلوا أكثر وأكثر. لقينا صدفة مع المدير تاعنا ضيفكم اللي راه جا ونحيوه بالمناسبة ونقول له كذلك احنا كمجتمع مدني إذا احتاجتونا وإذا في هذاك رانا هنا. كما ذكرنا أيها السادة سنقوم بتكريم أول شخص لهذه الأمسية وهو السيد بن عزة مدير نظيفكم الذي سيقدم له هذه الهدية المتواضعة نظرا للمجهودات المبذولة في إنجاح هذه العملية التي فتحت أبوابها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 جوان. فسي قميد العيد تفضل ويكرم السيد بن عزة مدير نظيفكم. السيد اللي ما ذكره المسؤولون على هذه او الصاهرين على هذه الحديقة نحاول كذلك الاقتراب من بعض المواطنين الذين هم في نزهة داخل هذه. طائر اخر موجود امامنا هنا. السلام عليكم الحال. كيراكم دايرين؟ كيراكم بنتي غاية؟ الحمد لله. من جيتنا انت يا من واش من وين تسكن؟ هنا بالعباس؟ مدينة سيدي بالعباس. مدينة سيدي بالعباس، يعني هذه المرة الأولى راك تجي للحديقة ولا شحال من مرة جيت؟ عام المرة ونجيها ومن بكري نجي لما ايوا بارك الله فيك، لأن لما قلت لي من بكري نعرف بأن أنت تعرف الحديقة كي كانت من قبل وكي راها دروك. شنو تنجم تقول لنا عليها كي كانت من قبل وكي راها دروك؟ لا دروك راها غاية كاع. شنو هو اللي راه فيها مليح؟ فيها الامن، فيها تجي في الليل تتمشى مع اولادك ما تخافش كاع. الامن موفر. انا هنا عائله متكونه من ربما زوج وزوجه وبنت. السلام عليكم. الاخ مين تسكن هنا في بالعباس؟ بالعباس. تعرف هذه الحديقة؟ عرفها. كنت تجيها من قبل؟ ملي كنت بز. ملي كنت بز، وراك تجيها دروك. كيفاش كانت وكيفاش راها دروك؟ بارابور على اللي كانت الله يبارك، راه مفتوح عليها والله يبارك، راه منورة. قبل تبان أم. سلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كي راكم دايرين؟ أنا نظن باللي راك مرتاحة هنا راك. ها؟ الحمد لله رحمة ربي. كنت تجي هنا من قبل؟ لا. علاش ما كنت تجي؟ ما كانش البلاصة هذه ما كانش فيها تنظيم، ما كان فيها أمن، ما كان فيها حتى شيء. نعم. ولحد الآن فيها تنظيم، فيها أمن، فيها حاجة مليحة الإنسان يرتاح فيها. تكلمت لي على الامن وتكلمت لي على النظام الى اخره. الامن كي راك تشوفه هنايا لداخل؟ الانسان يكون مطمئن من يجي هنا. راهم راك تشوف الناس يدوروا، يعني الامن يدور ويجي يسقسيكم كي راكم دايرين، مريحين ولا مش مريحين؟ لا مرتاحين. الانسان كي يجي هنا يرتاح، كي يلقى الامن ويلقى وحده حاجه ما تدور به. السلام عليكم. السلام. ربي يعاونكم. ربي يعاونكم. بالعباس وهذه مسعيده. بارك الله. المره اللي فاتت في واحد التقرير تاعنا جا واحد مسعيده، واليوم رانا نشوفوا عائله اخرى مسعيده. كيفاش حتى جيتوا لهذا المكان هنا؟ سمعتوا به ولا؟ هو احنا نسكنوا هنا. نعم. بالعباس. ايوه. هذه مش واحد ضيف. كي جاوا عندنا نجيبوهم هنايا. جبتوهم هنا. معناها تفضلي تقعدي معاهم في هذا المكان باش تقعدي معاهم في الدار. واه. معناها هنا خير. انا نشوف بلي راكم جايبين معاكم الاكل والمشروبات الى اخره. احنا دائما نجوها. دائما نجوا. بارك الله. الله يبارك. يعني هذه الخطره كبرتوا العائله. صح صح. لا لقوها الحق. مليحه. كنا باغيينها كيما هكا. وخر وخر. اي اي. اطلع فوق اطلع. اطلع اطلع. ايوه. المره هذا. حوض هنا. هنا نتواجد بحوض الخاص بالحيوانات او الطيور المائيه وكذلك الاسماء التي تم رميها من طرف الممثل عن وزاره البيئه خلال او اثناء اليوم العالمي للبيئه. عائلات تتواجد قرب هذه الشلاله الصغيره وهذا الحوض الخاص بالطيور المائيه، فهي تتنزه كذلك وتتمتع في نفس الوقت.
عائلة مكثفة متواجدة بالقرب من هذا البركة المائية التي نلاحظ من خلالها الماء يتصاعد إلى السماء. نافورة كرهدير ما شاء الله يحيى الأمن. لا واخويا عيشة بلا أمن ما هي عيشة. بارك الله بارك الله فيك. شكرا. عائلة قدمت حتى من مدن جوارية، مدن بعيدة كواتسوف كسعيدة كتلمسان كمعسكر، يتوافدون على هذه الأماكن للتنزه للراحة للتعامل مع الطبيعة نظرا لحرارة الطقس. عائلة وجدت نفسها في أماكن ربما هي تتناسب مع العائلات مع الأطفال مع الكبار ومع الصغار. طفل ما شاء الله يتنزه في هذه الحديقة. حبذا لو كان يتكلم معنا ويقولنا ماذا يحس هذا الطفل الصغير، هذا الذي المولود الذي نبارك له بإذن الله أن يكون من أولئك الذين يكبرون ويكونون في هذا المكان في المستقبل بإذن الله. أماكن لا يمكن حصرها في النزهة أو التنزه، بل كذلك حتى أن نلاحظ أن بعض الأشخاص يمارسون الرياضات أو رياضة خاصة بهم، يأتون إلى هذا المكان نظرا للهواء النقي للهواء الذي ينبعث من هذه الأشجار من هذه الأماكن، وكما تلاحظون يمارسون الرياضة. أولا كما قال الأخ لا بيس ما تكونش قدرون باسكو صافي مالو زاتلات ياك نورمون بالتيف ولا بحاجه ياك ونضيفوا نزيدوا لي كيوسك يزيدوا لي زار صح وانا بارلي ديجا الجير ديجا وانا بارلي يزيدوا التسليه للاطفال بالنسبه لي جو و تو سكو دو بلوس سي بون لانتيري سي بور لانتيري دو جاردان دي سيتويان. اي دي سيتويان رحمة الله. ربما انا نشوفك هنا راك مع الاولاد نتاعك انت راك مجمع، وكيفاش توجد هذا المكان وشتا هو اللي جابك هنايا وعلاش جيت هنا في هذا الوقت بالذات؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم جينا هنا بس انسان يريح شوية عليه من الخدمة تاع السيمانة يجي مع الاولاد ثاني سو ريبوزي هنا دابا علاش نهضر معاك؟ هضر كيما تبغي. الحقيقة المنظر يعجبنا الله يبارك يعني وحاجة مهمة نراها هنا في مكان آخر هو خاص بالأطفال وبالألعاب الخاصة بالأطفال كالجسور كالجزات كذلك كثير من الأمور والتي عن قريب بإذن الله سيكون بها العشب الطبيعي متواجد، لأنه تم هذا من الجيل السادس الذي ينمو بكل سهولة داخل هذه المناطق ولا تؤثر عليه الحرارة. أن الحنفيات كذلك موجودة حتى للأشخاص الذين يحتاجون إلى الماء أو يحتاجون إلى كثير من الأشياء. عائلة أخرى كذلك عائلة أخرى كذلك هنا متواجدة وهي في أعز متناول الطعام. عائلة ربما سنحاول الاقتراب منها لإبداء رأيها حول الحديقة وكذلك حول تناولهم الطعام هنا، كيف سيكون مصير هذا المكان؟ السلام عليكم. انتم من بن العباس، انا نشوف فيكم اليوم هنا راكم حاطين تبارك الله الماكلة وكل شيء، كيفاش هذه الفكرة وكيفاش راكم تلقوا نفوسكم وكيفاش راكم تشوفوا في هذا المكان؟ الحمد لله كاين هكاي جاي زعما يلعبوا سيكوريتي الحمد لله حنا فرحانين بهذا المكان. والماكلة ما عرفش يجوا الغاشي يديرونجوكم ولا لا 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 لا, لا 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 انا بعدا راني صايمة جيتي تفطري هنا تبارك الله خيرها كاينه الحمد لله يعني تحوسوا لا سيكوريتي. احد الطيور الذي هو معروف ومالوف عندنا السيد عباس ميلوا الذي هو رئيس الامن الحضاري السادس الذي يسهر على راحه المواطن دوما ومتواجد
24 ساعة على 24 ساعة في هذا المكان، هو الذي كذلك سيكرم نيابة عن السيد رئيس الأمن الولائي، سنحاول تكريم السيد ميلوى عباس، فيكرمه تكرمه الأخت فروجة. ذلك جنود يعملون في الخفاء، جنود موجودون على الميدان ويعملون من أجل أن يرتاح المواطن. سي بنيامينة، سنحاول تكريمه كذلك بالمناسبة وللمجهودات التي يبذلها من أجل السهر على راحة المواطن، من أجل مساعدة الأعوان، من أجل مساعدة المواطنين داخل هذه الحديقة. فسي قدور يحيوي سيكرم السي أمين بنيامينة. سادتي متواصلة، رجال آخرون يسهرون كذلك وهم متواجدون في الميدان، رجال ذو البدلة السوداء يحاولون مساعدة المواطنين، يحاولون توجيه المواطنين، يحاولون توجيه الزوار لهذه الحديقة، ألا وهم أعوان الأمن بالنسبة لنظيف كوم. فليتفضل الأخ. كريم قدر المستطاع هؤلاء الأشخاص الذين يبذلون مجهودات من أجل راحة المواطن، فنحن كذلك نحاول تكريمهم من أجل ما يقومون به لصالح المواطن ولصالح المجتمع العباسي. فضلي. ذلك عون آخر يكرم من طرف المنظمة رفقة السيد بن عزة، بحضور السيد بن عزة مدير. متواجدون كذلك بالمسلك الرئيسي المعتمد عليه لمرور السيارات كذلك، ونحاول الاقتراب من مركز الشرطة الذي وضع خصيصا لهذه الحديقة التي تشرف عليها المركز الحضاري السادس للشرطة. وهنا نرى تجمع الأشخاص لأخذ التعليمات قصد القيام بها مباشرة في الميدان، رفقة الضابط السيد ميلوى الذي يعطي التعليمات بالنسبة لهؤلاء الشرطة للقيام بعملهم داخل هذه الحديقة، حفاظا على المواطن، حفاظا على ممتلكاته، وحفاظا كذلك على سلامته. السيد رئيس الامن الولائي من قبل المكتب الولائي، الهيئه القياديه للمكتب الولائي للمنظمه الوطنيه لترقيه المواطنه، عرفانا بالمجهودات المقدمه من طرف جهاز الامن على مستوى هذه الحديقه. شكرا.